في الحقيقه ما كاينش غير مصطلح الدوله العميقه. كاين هناك مصطلح جديد تكلم عليه الدكتور المصري سيف عبد الفتاح، هو المجتمع العميق. كيقول ان هناك قطاعات واسعه من المجتمع كتعيش في قاعه او وسط القاعه، تدير ظهرها للشأن العام ومصالح الشعب والوطن الا ما يتعلق بمشكله شخصيه لها. هاد الناس كيعيشوا بجوار الحائط وربما داخل الحائط. وكانت الحكومه هي جزء من الدوله العميقه وامتداد لها في المؤسسات الرسميه. غتدخل الدوله في عهد جديد من الحكومات بعد توافق القصر مع احزاب الكتله، وتعيين يتم تعيين حكومه عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله. خلال هذه المرحله غتظهر المسافه بين الحكومه السياسيه والدوله العميقه، وغلبت الدوله العميقه على الحكومه السياسيه والتفوق عليها من خلال العديد من القرارات اللي اتخذتها الحكومه خلال تلك المرحله ارضاء للدوله العميقه، واللي كتنافى مع مبادئ وتوجهات حتى الاحزاب ديالها وما تنادي به، ومن بينها اغلاق الجرائد، محاكمه الصحفيين والسياسيين. الدوله العميقه غتولى الحكم بشكل مباشر خلال حكومه درس الجطو، وبشكل غير مباشر مع حكومه عباس الفاسي. فاش تم تعيين حكومه عبد الاله بالكيران غيظهر نوع جديد من التوتر على الساحه السياسيه بين حكومه بالكيران السياسيه وقوى التحكم كيف ما سماها هو، وهي الدوله العميقه. هذا التوتر اللي انتهى باعفاء بالكيران من رئاسه الحكومه الثانيه والعوده القويه للدوله العميقه، الامر اللي دفع بالكيران باش ينبه ويصرح بوجود دولتين والتراجع عن ذلك لاحقا كما قلنا. في الحقيقه ما كاينش غير مصطلح الدوله العميقه، كاين هناك مصطلح جديد تكلم عليه الدكتور المصري سيف عبد الفتاح، هو المجتمع العميق. كيقول ان هناك قطاعات واسعه من المجتمع كتعيش في قاعه او وسط القاعه، تدير ظهرها للشأن العام ومصالح الشعب والوطن الا ما يتعلق بمشكله شخصيه لها. هاد الناس كيعيشوا بجوار الحائط وربما داخل الحائط، كيشوفوا البلد والاموال بالبلد والقرارات ديال البلاد باعتبارها محفوظه لمجموعه من الاسياد فقط ولا دخل لهم فيها. هؤلاء يقول الدكتور عبد الفتاح هم مطيه الانظمه المستبده، هم المخزون ديالها الشعبي اللي كتلاعب به في المواسم ديال الانتخابات او الاستفتاءات او الاستحقاقات السياسيه الشعبيه او الرسميه. يضاف اليهم قطاع اخر من الملوثين بالفساد او الانحراف او البلطجه، وهم ايضا قطاعات واسعه كتستخدمها السلطات المستبده دائما في مواجهه اي تمرد شعبي او قمع اي موقع احتجاجي. وهاد الناس هم مجموعات ديال البلطجيه يتم تنظيمهم في عصابات وخلايا اجراميه تحت سيطره ورقابه الجهات الامنيه، وكيتم الاستدعاء ديالهم وتوظيفهم على فترات كلما احتاجت الدوله اليهم، كلما احتاجت اليهم السلطات او بمعنى ادق الدوله العامقه. كيقول الدكتور عبد الفتاح الدوله العامقه هي اخطر معوقات تحرر الشعوب ونهضتها، لانها بطبيعتها منظومه فساد وتخريب وقمع وقهر للشعوب. لذلك يكون تفكيكها هو اهم واخطر عمل سياسي، سواء كان اصلاحيا على الطريقه التركيه او توريا على الطريقه الفرنسيه. واخطر شيء يمكن ان يقع فيه اي جهد اصلاحي او اي جهد توري هو اعتقاده انه يمكن التعايش ولو مرحليا مع الدوله العميقه ورموزها وادواتها. وهذا هو الخطا الجوهري اللي ضيع الثوره ديال يناير في مصر، سواء بسوء تقدير الاخوان والراحل الرئيس مرسي او بسوء تقدير المعارضه وجبهه الانقاذ بكل التيارات والتجمعات ديالها. كيقول ان الدوله العميقه كانت هي الثعبان الذي تخفيه في ثوبك وهو ينتظر الفرصه ليلدغك لدغه الموت. كيزيد كيوضح كيقول ان المجتمع العميق هو الاخر عبء كبير على اي مشروع اصلاحي او توري. كيقول وكيحكي كيقول لك انه كان يذكر في الايام الاخيره لمبارك، وقبل ان يعلن مبارك تنحيه عن السلطه عن الحكم، قال على لسانه اننا كنا نقابل مواطنين عاديين في المترو
اثناء توجهنا الى ميدان التحرير كيشتموننا، يعني كيسبونا لاننا نتظاهر ضد مبارك. احدهم قال للدكتور ماذا تريدون من الرئيس؟ راه كيطعم 80 مليون انسان وكيصرف عليهم، اش بغيتوا منه؟ فقال معلق الدكتور على هذه الحادثه: كان من اضاعه الوقت حينها ان تناقشه او تفهمه خطا التصور ديالو، لان ذلك يقتضي تواصلا سياسيا، تواصل تثقيفي دؤوب متواصل مع جذور المجتمع على مدار سنوات. وهذا الامر قال هو ما لا نفعله مع الاسف. كنا نكتفي بالنضال الصحفي، كنا نكتفي بالنضال الاعلامي والنقابي والسياسي في الدوائر العليا، فبقي مجتمعنا يعاني من الأهمية السياسيه، وعلى الرغم من الظلم الفادح اللي هو فيه والنهب الاقوات ديالو والحقوق ديالو، الا انه لم يكن مدركا لحجم هذا الظلم وحجم الحقوق ديالو الضائعه سياسيا او اقتصاديا او تعليميا او صحيا او غير ذلك. وهو ما كان يسهل على نظم الاستبداد التلاعب بتلك العقول المسطحه الغائبه وتحريكها مع ريح ديال الاعلام ومع اي حسابات ديال اصحاب النفوذ العائلي او الامني او الاداري في اجهزه الدوله. النظم المستبده دائما تحرص على حمايه الاميه في المجتمع، علاش؟ لانها عازل وواقع اجتماعي مهم كيحميها من الثوره ومن الغضب ومن انتفاضات الشعوب. كما ان افساد النظام التعليمي نفسه وتخريبه هو ايضا عجز ماشي سوء اداره من الدوله، هو منهجيه مقصوده لتبليط تزليج وتبليط وتتفيه وعي الاجيال الجديده، تفريغها من ادوات الوعي الانساني والسياسي بالابعاد ديالو كلها. المؤسف اننا في بعض الاحيان نقابل اكاديميين واساتذه جامعات لا يختلفوا الوعي ديالهم السياسي والتاريخي عن الاميين والعوام، بل ربما بعض العوام اكثر وعيا منهم من ناحية سياسية. لذلك من المهم للغايه في كل جهد اصلاحي التواصل الحميمي، التواصل الدؤوب متواصل مع المجتمع العميق، حتى يكون هذا المخزون المليوني داعم للاصلاح والتغيير، ما يكونش عائق له. وهذه مسؤوليه كل التيارات من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، لان هذا هو الخزان الشعبي والمكون الاساسي لتلك التيارات بنشطائها، هو الجدار اللي كيحمي ظهرها عند المواجهات. وعلى الاقل غتتمكن من حرمان النظام المستبد من استخدام وتوظيف هذا المخزون من عرقلة حراك التغيير والإصلاح. لا بد من تواصل القوى السياسية والإصلاحية مع جذر المجتمع في القرى والأحياء الشعبية والنوادي الرياضية في الريف المنسي في القرى المهمشة، ينبغي أن يكون أولوية أهم من نوادي الثقافة والندوات. مواقع التواصل الاجتماعي حققت بدون شك خدمة كبيرة لتطوير المجتمع العميق، الوصول إليه من أقصى الطرق، هي وسائل التواصل الاجتماعي. أصبحنا نفاجأ بمواطنين بسطاء من أقصى الريف من القرى المهمشة يتحدثوا بجرأة كبيرة في قضايا الشأن العام، يستشعرون الظلم، يستنكرونه، يناشدون أعلى سلطة في البلاد، يناشدون الملك، يناشدون مجموعة من المسؤولين مثلا في المغرب، وهي مقدمة ضرورية لمقاومة الظلم بعد ذلك. لكن مواقع التواصل الاجتماعي غير كافية وحدها، لابد من التواصل المباشر مع جذور المجتمع العميق، مع مكوناته المهمشة. ينبغي أن يكون عبر أكثر من وسيلة تواصل مباشرة وغير مباشرة. وننجح قادة الإصلاح والتغيير في هذه المعركة بالتأكيد غينتصروا حتما في معركة انتزاع الوطن من براثن الدولة والمخالب الدولة العميقة. إلى هنا ننهي هذه الحلقة ضمن سلسلة مفاهيم سياسية ومع موضوع آخر ومفهوم سياسي آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.